تعالي هنا، العروسة بتاعتك مش عايزة تلعب معاكي تاني. هي أنا سادي من مدينة الفاشلين دي، رجعيها تاني. أنتي كسرتي العروسة يا وحش صغير؟ من دلوقتي أنتوا ملكي. لأ دفني من فضلك، ساعديني. الموضوع باربي المجنونة أخدت أختنا الصغيرة. أهلا بيكي في عالم باربي. لأ أو لأ، أنا هنقذك. أو مش عارفة أدخل، ده عالم باربي. استني لحظة، يلا نشوف. العروسة تقدر تعدي من بوابة باربي. لا بصي عليا، في وشي ده مش هينفع أكون باربي. ده مش سيء قوي، ابتسمي زي النجمة. بصي نقدر نعملك ميك أوفر باربي عشان تقدري تدخلي عالم باربي. ده أنا؟ لطيف. أوه عايزة أكون جميلة كده. وصلنا، اعتبري نفسك في بيتك. لازم نغيرها؟ أكيد. إيه اللي هيكون أحسن على باربي؟ أنا بلبس ده في الجامعة، ده اللي بلبسه للكورال. ده مش هينفع خالص، وحش قوي كده. طب ألبس إيه؟ فيست أعتقد؟ لأ لازم تشوفي الترينز. تعالي، هو ده اللبس المثالي. أيوة حبيته، بس مش هقدر على سعره. هنلاقي حل دلوقتي. جربيه. واو ده فستان أحلامي. لينزي ليه حزينة كده؟ هعملك فستان انتي كمان. أوبس باربي من غير راس، ده ما كانش قصدي. أهو جربيه عليكي. واو حبيته. اللبس جاهز، دلوقتي هنبتدي في الشعر. شعري مش كويس خالص، أنا عندي فكرة. يلا نبتدي شغلي يا حبيبتي. أرجوكي ما تقصيش شعري. مفيش حبل تاني، أهي فرشة، سرحي شعري. أنا ما سرحتش شعري من زمان. طيب يو حشرات، مقرف. جميل، نسيت إحساس النظافة. لينزي أرجوكي ردي. إيه؟ نهاية الاتصال، أنت مش هتكلمي حد. أختنا اتصلت، للأسف ملحقتش أرد. ها؟ بسرعة اختاري باروكة باربي، أنت عايزة أي واحدة؟ أنا؟ لأ، أنت مضحكة، شعري مثالي زي ما هو. أنت شبه الكلب البودل، البسي باروكة، ده قاسي. شعري جاهز. واو وانا كمان. بصي تسريحتنا توافق عليها. ياي بصي انا جبت ايه، مش عايزه اشوف. مش عاجبك الشنطه الصغيره؟ بصي دلوقتي بقى كبيره. ازاي عملتي كده؟ نلعب كوره ريشه؟ اهو الراكت جايلك. اضربي الكورة، يلا اضربي. هي يلا صديها صديها. فيو اللعبة دي متعبة قوي. دوري، وقت فوتبول، امسكي. باربي معاها كورة. لا أرجوكي لا. أوه لا، تاتش داون. استبدال الخطوة اللي بعد كده الميك اب. بصي معايا ايه. يا ربي المنتجات دي بقالها كام سنة، انتي جبتيهم من جدتك؟ انا فاهمة قصدك، الحاجات القديمة هنرميها، الجديد جاي. واو حلوة قوي، معايا شوية فلوس هيشترولي الوان بس. رائع عندنا ميك اب جديد، متشوقة نبدأ في الميك اوفر. أول حاجة حبوب البشرة هتروح، هنحط باتشز لحب الشباب.
وفوالا، مفيش حبوب حمرة تاني. دلوقتي لازم نغسل وشنا بمية نظيفة. الفوم المطهر ضروري، وفرشة، باتشز، ماسك. جميل قوي. دلوقتي هنبدأ في الميك اب. أول حاجة الفاونديشن، دلوقتي البلاش، تظليل مثالي. يلا نعمل العيون، من الأفضل الاتنين، شفاف جلوسي وجميلة. نعمل هايلايت للحواجب، وطبعاً الرموش. كل اللي فاضل إن احنا نشيل البندانة. الميك اب خلص. أوه لأ لينزي، انت طلع شكلك مش مظبوط خالص. خليني أساعدك. أول حاجة هنغسل وشك، عيون بارزة، بلاش قلب، ملمع شفاف فاتح. خلاص، واو، الميك اب خلص. ممكن نكمل الميك اوفر. انتي بتعملي ايه؟ بتلعبي بعروسة؟ اللعب مع حد غيري ممنوع، فهمتي؟ ممكن تلعبي بس معايا. عروستي المسكينة، اتفضلي. ايه اللي حصل؟ حبوبك رجعت تاني. ها؟ او لا، رجعوا تاني. هاتي جهاز شفط الحبوب، مش بيعمل اي حاجة. اديني الفرشة. لا، مش نافع، مفيش حاجة نافعة. هعمل ايه؟ يا جماعة، لو سمحتوا اضغطوا على اللايك علشان اتخلص من حبوب بشرتي بأسرع وقت. شكرا يا جماعة، بشرتك رجعت مثالية تاني يا دفني. عروستي المسكينة، لازم نخبيك عشان باربي المجنونة ما تلاقيكيش. مش هتلاقيكي هنا. بتخبي ايه؟ اديهالي حالا. اوه، ده بس الرولر سكيتس. اوه لا لا لا، ايوه ايوه ايوه، لا مش بعرف استخدمه. ساعدوني، امشي على طول. اوتش. الرياضة مش نقطة قوتي. رولر سكيت؟ جه منين؟ لينزي، ايه المشكلة؟ عايزة أكون عروسة بحر. أوكي، هنعملك ديل. ديل من القماش، زعنفة من ورق الكرتون، وهاخد كل مقاساتك. هضيف شوية من حبوب السحر. لبس عروسة البحر بقى جاهز. واو، حبيته. استني، أنا لسه ما خلصتش. هنضيف قشور. واو، خلاص كده بقينا جاهزين. لسه في ايه دلوقتي؟ رجليكي. طيب هشيل الشراب. ها؟ فيو، ده مقرف. استني، ايوه انا عديت الباتيكير كام مره، نقدر نصلح ده في لحظه. شكرا. يلا نبدا في حمام الرجلين. جليتر اكتر، استخدميه كله. رائع، دلوقتي رجليكي جاهزة لتجربة كعب باربي. لو عايزة تكوني باربي لازم تلبسي دول. واو، ده كعب أحلامي. أوه أوه، في نظام أمان بالليزر. إزاي هعديه؟ مستحيل أجيب الكعب. افصلي بس النظام. أنتي عبقرية يا لينزي. الكعب تمام، رائع. لا، تعملي تحدي الجردل؟ مين هياخد ايه؟ من فضلك لا. اوه ايوه، او لا، انا مش مطمنة للموضوع ده. انا مطمنة، يلا نبدل الاماكن. اوكي، معيش حاجة. دورك. طيب يو، ده مقرف قوي. انتي خسرتي. محاولة تانية، يلا نبدل الأماكن. أوه لأ، تاني. هاها، حظ سيء، فاشلة، لونها أخضر. كل باربي لازم تلاقي لها كان. هنجيب واحد منين؟ إيه؟ هعمل مكالمة. بس ده مش كان،
ودلوقتي لسه. روحي اتكلمي معي. أوه أنا أسفة، جربي تاني. هي يا وسيم. أوبس رجلي. أنا أسفة جدا. أنا شايفة إن إحنا لازم نتعرف على بعض. أنا دافني. بركتي. آخر محاولة. أوه شكرا. أهو طلبت. شكرا على البقشيش. دافني ما تزعليش. ها؟ فين عصيان الأكل؟ عندي حل. عايزة السوشي يا لينزي؟ أنا كويسة. أوه أنا عارفة هعمل إيه. أهم كينو وباربي. أوه لذيذ جدا. شكرا أنا مستعدة. يلا بينا لعالم باربي. جوجل ماب بيقول إنه هنا. بوابة عالم باربي. ياي أخيرا. تحبي تدخلي الأول؟ لا روحي أنتي. يلا نلعب. حجر ورقة مقص. أوكي أنا خسرت، هدخل الأول. أو لا إيه اللي بيحصل؟ ليه مش بيدخلوني؟ ده مش عادل خالص. لا أنا مش عايز ألعب اللعبة دي. دي مسلية. يلا بينا باربي. جالك كريم تاني وتاني وتاني. دي أسوأ لعبة. أعتقد إن الشنطة دي مسلية ليكي. واو جميلة. بصي على العقد. دلوقتي احنا جاهزين. عالم باربي احنا جايين. واو حبيت المكان ده. في حاجات كتير. هاي كين انا هنا. فرامل فرامل فرامل. هاي باربي هاي باربي هاي باربي هاي باربي. اوه بيبي لقيناكي اخيرا. ايهو انتوا هتاخدوها؟ حظ سعيد. واو صورة حلوة. دي معمولة بالفوتوشوب؟ اوبس. يلا نلعب بالعرايس اللطيفة دي. انا معايا هلو كيتي. ليتل مرميد وباربي وهلو كيتي عايشة في بيت باربي. اهلا. يا ربي كهف رائع تحت المية. انا مهووسة ببيتي الجديد. امشي. ده كان واضح جدا. المكان بتاعي انا. ده الجنب اللطيف بتاعي. انا هضيف شويه حاجات. او لا ضوافري حالتهم سيئه جدا. انا هحول المكان بتاعي لاكتر مكان مظلم. بالنسبه لي عالم البحار بتاعي هيكون فيه جيلي فيش ومرجان. هي انت فتى احلامي. اوه الحجر ده مثالي بالنسبة لي. الشاب الغرقان بتاعي. الحجر بتاعي. انا عارفة ازاي احل المشكلة بتاعتكم. لك وبس كده. اسفة انا ازيد ديلي. راسي اللي بانياب. هي أوه لا هلو كيتي دي تقريبا من غير شعر. لازم نصلح ده دلوقتي. انا محتاجه قطعه من ورق الكرتون والوان. اهو يمكن هلو كيتي الايقونيه جاهزه واتثبتت. انا ههتم بالاضاءه. امشي. اهو اللمبه هيكون شكلها مذهل في المدخل. شوية على اليمين. أكتر. حركيها شوية كمان. لا الناحية التانية. هاي فامباير انت محتاجة لمبة تانية. اتفضلي. كفاية أنا تعبت وزهقت من نصايحكم اللي ما طلبتهاش.
ده مثالي. بيوت الفامباير وهلو كيتي حاجة تانية. عرفت، بيتي هيحسسني بأجواء البحر. أنا هزرع لولي، هسقيهم. أوه جه أول حصاد. الأعشاب البحرية جوسي جداً. واو، تأثير هايل. هرست البحر، ممكن أستلف أبري السقي بتاعك؟ شكراً جداً. أنا هزرع مارشميلو، ناعمين زي البيت بتاعي. وزور المارشميلو طلعوا لعب محشية فريش. أحطكم فين يا هلو بيبيز؟ أنا هركب الأرفف الجديدة بتاعتي. من دلوقتي ده بيتكم الجديد. في حد مفقود. بيبي كيتي اقعدي هنا. واو، نفع. بصوا جميلة قد إيه. يا عرايس، في طرد ليكو. مين طلب ديليفري؟ ديليفري غدا. هاي. واو، قصر رائع جدا. هاي، ده الطلب بتاعك؟ تقيل قوي. ممكن تاخدوا المكان بتاعي هناك؟ انا على وشك اكل غدا لذيذ. هاي، هما جابولي ايه؟ خلصت، ممكن امشي؟ باي يا حبي. رائع جدا، عرفينا على بعض. قلب، رمز الحبي. احطه فين؟ هنا ولا هنا؟ عرفت، انا هعمل زينة. الاول لازم افك الخيوط. فوالا، زينة القلب بتاعتي خلصت، كمان بتلمع. يا شباب شوفوا حاجات الديكور بتاعتي. مش مشكلة، بتاعتي كمان جميلة. المشكلة الوحيدة إنها مش بتلمع، لازم أظبط الأسلاك. طيب محاولة كمان، وهيكون في أضواء في عالم الظلال بتاعي. ده جميل. هلو كيتي، أنا جبتلك تريت. شكرا، اقعدي. طيب، انت ما قلتليش. السناكس بتاعتي دلوقتي. مش حلو، فامباير بتبوظ الحفلات. في فتافيت في سريري كله. اسفة. باي يا كيتي، باي ليتل ميرميد. لازم انضف. واضح ان وقت ان انا اغير سرير القطة بتاعي. دلوقتي بقى مريح، نظيف ولطيف. دلوقتي ممكن ارتاح. سمكي، عمو معايا. رمش الثلاثي هيرشدنا. اوبس. لا، مين اللي دخل النور؟ اسفه يا فامباير، انا هحاول اغطي الفتحه اللي في الصخره. مفيش اشعه تاني اكيد. اطلعي، خليكي هاديه، انتي طلعتي من الغابات. يلا، أنا مش هخرج، انسي. شاب الدليفري جاي للإنقاذ. طيب، أنا هصلح ده. نعمل له كمين؟ عنكبوت. محتاجة لمبة؟ أيوة، هنا لو سمحت. حبي. هو هنا، وسيم قوي. مش ممكن، محتاجة أظبط نفسي الأول. التسريحة هتساعدني. كيتي ساذجة جدا، اتحركي. خلاص كده، أنا جاهزة. هاي يا وسيم. هاي. شكرا، أنا لازم أمشي. باي باي. إيه، هو رايح فين؟ كل ده كان على الفاضي. عرفت طريقة علشان نفرح. أنا هحاول المراية القطة. جميل،
أنا كمان محتاجة أطور مكاني. التعويذ بتقول إيه؟ ده المفروض ينفع. كرونوس، ديفلوس، تيتاليس. دلوقتي انتوا عرفتوا مين ملكة الليل. في حاجة غلط. شوية خفافيش هقطعهم بنفسي. أوش، صباعي مصاصين الدماء مش شاطرين في الحرف. يا مسكينة انتي، الدم وقف. صباعي كويس، ممكن تساعديني اعمل خفاش؟ اكيد، اتفضلي. بصي ده خفاش لطيف، ده كابوس رهيب، طيري زي الفراشة. خفافيش جميلة. ايدي المسكينة. واو، انا كمان عايزة ديكور لطيف للكهف. انا همسك شوية سي فود علشان الزينة. ايه، مهملات بلاستيك تاني؟ يايكس. جيلي فيش. ايه يا حبايبي، انتوا اللي كنت مستنياهم. دلوقتي عندي اكتر كهف جميل في المحيط الهادي كله. كيتي لطيفة لذيذة. يم يم، انا هاخد لنفسي تريت. يا ايه ده، اوبس، اسفة، ما كانش عندي وقت احلق. اوبس، دي مش غلطتي. انا هسيبك انت ورجلك تكملوا. ستيكرز اكتر. انا بهتم بجسمي الجميل. الشفرة مش حادة تاني. عرايس البحر عندهم احسن شفرات للرجل. انا قصدي انا ما عنديش رجلين. شيفينج الديل مؤلمة جدا. لا، انا بنشف، انا محتاجة مية. لا، انا بتخنق، ساعدوني. عروسة البحر نشفت؟ مفيش حد مهتم. المسكينة، هي محتاجة مساعدة. انت يا شريرة، ده كمان يهمك. ليتل مرميد بتاعتي، انا هعملك حمام سباحة. ساعديني شيليها. طيب، يلا نوديها البانيو. مية. فيو، نجحنا. شكرا يا أصحابي، حاسة إن أنا أفضل. تعالوا يلا نعمل يوم سبا. لطيف جدا. هاي أنا هاخد حمام. شكرا، باي. يلا نلعب لعبة جديدة، بيت عرايس للفلامينجو. نمر أسود وتعبان، يا ترى هيتحول لإيه؟ جميل جدا، ما تحركش رقبتك يا فلامينجو. المكان ده شكله لطيف، كهف لطيف جدا. أنا عايز أعيش هنا. أوتش، استنى. أوتش، المسكينة، اتحركي يا دماغ الريشة. الكهف ده مثالي بالنسبة لي. لا، ده بتاعي. شفتي؟ في علامة. مين مهتم؟ أنا قلت إنه بتاعي. غطيني. عندي حساسية من المخالب. طيب، خليلك الكهف. فين المفتاح؟ أهو. أنا عارف إن هما هنا. بونجور أستاذ حارس. هايل، لقيت واحدة. امسكها. بتعرفي تتكلمي؟ يلا احبس العصفورة دي. كفاية. انسي. باي يا حارس. انتي رايحة فين؟ فروع لطيفة. ممكن اروح فين؟
ده مسلي جدا. أنا بطير زي العصفورة. أنتي فعلا عصفورة يا ساذجة. وادعي الفرع بتاعي. راسي الصغيرة الناعمة. دلوقتي بقى عندي مرجيحة لطيفة. أنا هكون أقوى من الحيوانات الغريبة دي. أوه أيوة، مفيش أيام أجازة. من غير ألم مفيش حصاد. بوم، الفخ ده مش حلو في الصيد. بوم، مش بوم كفاية. أوه أيوة، الفخ بتاعي مثالي. مسكتك يا وحش، ما تختبرنيش يا غابة. سيبيني، أضواء بتلمع، أنا محتاجاهم. هي يا عصفورة، ممكن الإضاءة دي؟ لا، دي مثالية لأوضتي. السذجة دي بتصدق أي حاجة. هبدل معاكي ورقة الشجر بالضوء. لا. طيب، هشتري بمية دولار. اتفقنا، يلا نعملها. أنا غنية. بصي يا بانثر، أنا غنية. في حد هنا؟ إيه؟ ولا حاجة. المرجيحة بتاعتي شكلها جميل. جاهز يا برتقال؟ وقت ان احنا نصطاد. اوه، وقت ان انا اغير جلدي. غريبة جدا. يهو، كده افضل. الحارس ده حساس قوي. اعمل ايه بجلد التعبان بتاعي؟ العلامة المثالية. هو ده جلدها؟ ما تبصيش يا فلامينجو. أنا عندي فكرة، أنا عايزة حمام السباحة الخاص بتاعي. مشوق. حمام السباحة بتاعك رائع، ممكن أشوفه؟ أسفة. لا، أنت بوظتيه. حمام السباحة بتاعي. الحارس هيسمعنا. يلا نستخبى في الكهف. هو احنا ليه مستخبيين؟ عشان الحارس. هاي، يلا ننزل تحت. هما راحوا فين؟ مفيش حد هنا. أنا هجهز لهم الفخ. لاسو وفخ. أنا صياد أسطوري. دلوقتي أنا محتاج بس أستنى الحيوانات الجعانة عشان يقعوا في الفخ بتاعي. بصوا، في حد ساب لنا تريت. استني، لكن أنا جعانة. واضح جدا إن ده فخ. أنا عندي فكرة. مسك توكوب، كنت عارف. هم خدعوني. أتمنى الحارس يكون بيحب حمام السباحة. سلام وهدوء. أنا حظي وحش النهاردة. إيه ده؟ جاروف؟ أكيد دي علامة. يلا نشوف ممكن يعمل إيه. لأ.
كده أفضل. أهي العصفورة. ده كان إيه؟ الكائنات الشريرة دي؟ الوحش البريش. أنا محتاج سلاح جديد. دلوقتي أنا جاهز. وحوش، من الأفضل تاخدوا بالكم، أنا هبتدي صيد. هاي، دلوقتي بقى عندي البحيرة الخاصة بتاعتي، أنا لازم أزينها. كل ما الورد زاد كل ما كان أحسن. هضيف بس مية. أنا بحب البحيرة الخاصة بتاعتي. هاي يا بنات، بصوا عملت إيه؟ مين كان يعرف إنك كويسة في اللاندسكيبينج؟ شكراً، دي العلامة بتاعتي. لطيفة مش كده؟ إديني دي، محتاجة تتلزق. جميل جداً. أهم هنا. بصوا، ريش زي بتوعي بالظبط. ده شكله زي السهم. أهو الصياد. إديني ده. بنات، أنا عندي خطة. يلا ننادي عليه مع بعض. هي يا حارس. أنا؟ طيب، من هنا بسرعة. أنا جاية أهو. هو راح يعوم شوية. فاشل. غلطتك إن كل الحيوانات دي هربت. أنت مطرود، امشي من هنا. ده هو تاني. أوه كفاية، أنا اتطردت. أنا ما عنديش مكان أروحه. ما تتضايقش، شكلك وحش جدا وأنت بتعيط. ما تزعلش. إيه رأيكم يا بنات؟ فكرة هايلة. دلوقتي أنت واحد مننا، جزء من القبيلة. شكلك كويس. شكراً يا بنات، يلا نروح نستمتع بوقتنا.